الجرائم المعلوماتية منتشرة هالأيام ومكافحتها بيتطلب أصحاب اختصاص ومهارة نادرة. فالناين شركة مهمتها مكافحة ومنع سرقة المعلوماتية الخاصة بالشركات. أنا المؤسس الشريك والمدير التنفيذي بشركة فالناين، وصارت تقريبا بالامارات 6 سنين لانه كنت اجيت عشان ادرس بجامعه نيويورك بابو ظبي، بس الشركه بلشناها صار لها 2 سنين. خلينا هلا نحكي شوي نبذه عن السوفت وير كيف بيشتغل. احنا شركتنا بتشتغل على هي السيرفيسز، فمثلا احنا بنروح بيحكوا لنا الشباب او شركات انه نخترقهم او نخترق تطبيقاتهم، فاحنا في هذا المجال ما بنستعمل سوفت ويرات لانه كل شيء بيكون مانوال، الهاكر واللابتوب والانترنت كونكشن، هيدا فقط الـ requirements. طيب بما أنه ذكرت الاسم Vulnine، شدنا شوي الاسم، شو بيعني؟ من وين طلعتوا فيه؟ Vulnine هو اختصار لـ vulnerability اللي بتعني ثغرة، والرقم 9 ومن وين جات؟ كل الشباب اللي بيشتغلوا معنا لازم يكونوا لاقوا ثغرة أمنية خطيرة بواحدة من 9 أكبر شركات تكنولوجية بالعالم، نحكي جوجل، مايكروسوفت، فهذول كل الشباب يعني لو تروحي مثلا عن بمواقع هذه الشركات الكبرى تلقي اسماءهم ضمن لائحه الكونتريبيوتورز سكيورتي كونتريبيوتورز، هذول اللي بيلاقوا ثغرات وبيعطوها للشركه عشان تصلحهم، والشركه بتعترف بهم يعني بابليكلي وبتحط اسماءهم بهذه اللائحه بسموها الهول اوف فيم. والشيء الثاني اللي هو مهم انه كان في موضوع الثقه، لهيك يعني بنسال عن الشباب، نطلب منهم نعمل لهم مثلا باك جراوند تشيك، ومن الاحسن لو يكونوا يعني جروب فريندز بتاع الجروب اوف فريندز حقنا عشان احنا نكون مطمئنين، والكلاينتس اللي بيشتغلوا معنا يكونوا مطمئنين انه ما حيصير مشاكل بعدين، لانه بالنهايه انتم لازم تكونوا مثل عائله، واذا هاكر عم يشتغل معكم يعني في يعملكم هاك لكم. اكزاكتلي صحيح. طب الهاكر وكاشف الهاكر هل عنده نفس نسبه الذكاء او المؤهلات او نفس كميه المعلومات؟ احسن الهاكرز بيكونوا هاكرز اللي كان عندهم يعني ماضي اجرامي. اوكي. يعني لانهم هم اللي بيفكروا بنفس الطريقه اللي لازم الهاكر يفكر فيها، بيعرفوا الثغرات. كان بدي اسالك هالسؤال. صحيح. يعني هل ممكن يعني تستعينوا باشخاص كانوا مطلوبين قضائيا مثل ما بيعملوا الشرطه؟ ايوه، لانه بيصيروا يعني ناس مؤهلين بعدين، فمثلا حتى زي ما قلت الشرطه او البنتاغون او مؤسسات الدفاع الدوليه بيستعينوا بناس ذو سوابق اجراميه، لانه هم اللي كيف يعرفوا يعني طريقه تفكير الهاكرز وفيهم يدافعوا عن الشركه ضد الهاكرز. الموضوع حلو وفيه شغف، هيك بتحس بصير يشدك اكثر، وبنفس الوقت كثير صعب وكثير حساس يعني. صح. بعطيك مثال، مثلا بنروح عند شركات مرات بنحكي لهم شو هو احسن سكانر يعني للثغرات الامنيه بالعالم، مثلا بيحكي لك نيسس، بيعمل لهم سكان للانفراستراكشر للتطبيقات للشركه وبيطلع لهم مثلا 5 6 7 ثغرات امنيه. نحكي لهم الحين خلينا احنا نشتغل، لانه احنا بنشتغل يدويا، الهاكر بيحاول يعني قرصن المعطيات، بنفرشيهم يعني الريزلتس بتاعنا، ودائما انه النتائج بتاعنا 10 مرات ولا 20 مره اكثر من الثغرات اللي بتلاقيهم يعني اوتوميتد سكانرز. محمد خلينا نحكي اكثر شو عم بيصير على الشاشه عنا هلا. اوكي، الحين احنا بنشوف كل الهجمات اللي بتصير يعني مثلا على الامارات، كل الهجمات بالريل تايم، وهذا بتخلينا بنعرف شو الترندز اللي صايره منه الهجمات بتجي واهميتها يعني مثلا، وبنشوف يعني اكثر الثغرات من وين، مثلا هاي الهجمات جايه من اسيا روسيا ولا من منطقينا، وحتى لو في مثلا مالوير ولا اي شيء بتعطينا فكره يعني قريبه عنه. تمام. وهلا انتم بتعرفوا يعني خطر الهجمات حسب كبرها ولونها؟ مو فقط حسب كبرها ولونها، بس حتى على حسب يعني نوع الهجمات، لانه في بعض الاحيان بتكون هجمات يعني بتسبب توقيف للخدمات، في بعض الاحيان بتكون هجمات اللي بتاخذ يعني كم هائل من البيانات. وكيف تقدروا تعرفوا الديتيلز تبعهم؟ هذا كان يعني مثلا عمل يوم يعني في اقل من 8 ساعات، وكيف ما قلت لك يعني كان في كثير ثغرات مثلا، واي شيء بتشوفيه يعني هايلايتد مثلا هون بالاحمر يعني خطير جدا، مثلا في ممكن تدخل للاكسس الخاص بالادمنستريتور، تقدر تعمل يعني مثلا تحويلات فلوس، يعني في بعض الاحيان بتظهر كمان يعني اتس لايك موفيز يعني مثل افلام. وبنشوف مثلا انه شباب عندهم طريقه انه في مثلا شركه معينه انه كيف بيقدروا يخشوا على اي حساب بدون ما يكون عندهم مثلا الباسورد ولا اي شيء. وانتم هون شو بيصير بيرجع بعملكم؟ شو بتعملوا بعدين؟ اول شيء بنبدا بتجميع المعلومات والبيانات. أوكي. اللي بنسميها الريكونسنس فيز، سو بنعرف انه شو المواقع اللي عندهم، شو التكنولوجيز اللي بيشتغلوا عليها، منو الموظفين، منو التوب ليفل مانجمنت، عشان حتى لو حنكون بنسوي هجمه اللي حنكون بنقلد فيها يعني الهاكرز بشكل يعني كلي، بنعرف مين نستهدف، جهاز معين ولا ايميل معين ولا اكونت معين. تمام. بعدين بنلقى هاي الثغرات بنستغلها، بس بتستغلها يعني اما مثلا حتخش على قاعده البيانات، ولا حتقدر يعني مثلا تحمل مجموعه كم هائل من البيانات بطريقه يعني غير مصرحه،
وكمان يعني بنكون بنروح على الكلاينتس وبنفرجيهم على هاي هي الثغرات وهاي الاسباب عشان حتى المبرمجين اللي عندهم والاي تي ديبارتمنتس بيفهموا يعني هاي المشاكل ويتفادوها لبعدين ويتفادوها في المستقبل. واحنا كمان يعني بنساعدهم اننا نقترح عليهم الباتش واللي بنسميه يعني حل المشكله. بس احنا حنشوف مثلا انه كيف سهل وبسيط انك ممكن توصل لمعطيات جد سريه، مثلا القن السري الخاص بالادمن. يعني لو عندك القن السري الخاص بالادمن خلاص عندك تحكم في كل شيء. الحين بنشوف احنا كل قواعد البيانات الموجوده في الموقع ولا على يعني على السيرفر، نشوف انه في كثير يعني مثلا قواعد بيانات كاريرز وهذه مثلا الخاصه بكل الموظفين وكل الاشياء. مثلا في قاعده بيانات خاصه مثلا لانه شركه يعني شركه مؤسسه كبيره بتبيع حتى يعني مثلا سيارات، بنشوف مرسيدس يعني بنشوف قاعده البيانات اللي فيها كل مبيعات المرسيدس كل الاوردرز. يعني انا ممكن حتى اغير بالاوردرز. يعني مثلا انت لو دافع عشان تاخذي سياره مرسيدس مثلا بنهايه الشهر ودافع مثلا $5,000 ولا $50,000 كتسبيق، انا ممكن اغيرها عشان مثلا تصير في النظام انك دفعتي مثلا $100,000 ولا اي شيء هاي القبيلة. انتوا وقتها عم تكشفوا للشركات انه في قرصنة عليهم. اللي عم يعمل عليهم قرصنة اكيد هو بيعرف انه في حدا عم بيشوف؟ لا لا، يعني هون في حالتين. الحالة الاولى انه احنا بنحط مكاننا مكان الهاكرز وبنلقى هاي الثغرات ونسكرها عشان لما بيجي الهاكرز ما راح يقدروا يستغلوا هاي الثغرات والهفوات الامنيه. تمام. وفي حاله ثانيه انه مثلا بالوقت اللي بنكون احنا بنشتغل عليه بيكون في كمان يعني جهات معينه ولا اشخاص ثانيين اللي عندهم نيه سيئه بيحاولوا يستغلوا نفس الاستغلال. سو بتكشفون دايركت؟ بنكشفهم يعني دايركت اند يعني وبنساهم يعني في الحمايه. محمد، صار فينا نقول انه بيفول 9 وصلتوا لمرحله صار عندكم صلاحيه ام القدره تشتغلوا مع جهات امنيه او حتى مؤسسات بالدوله؟ صحيح. فالحين مثلا احنا بنشتغل مع مؤسسات حكوميه بثلاث بلدان بالعالم العربي، بالمغرب بالسودان وبالامارات. فاهم شيء انه ما بنشتغل على مواضيع زي التجسس او يعني التجسس على المعارضين. احنا دائما مهمتنا بتكون مهمه دفاعيه، كيف ندافع على التطبيقات على المؤسسات الحكومية من هجمات إلكترونية خارجية، سواء كانت من قراصنة أفراد أو مجموعات أو حتى من حكومات معادية. فهيدا أهم شيء. يعني فينا نسميكم جيش أمني إلكتروني. جيش أمني إلكتروني تقريبا. أخلاقي يعني. أهم شيء. إن شاء الله على طول من نجاح لنجاح، وإن شاء الله على طول بتحققوا كل أهدافكم. الله يبارك فيك، يعطيكم العافية عن الاستضافة. من الطبيعي انه القلق من السرقه يكون موجود لما بتصير كل معلوماتنا الخاصه والعمليه موجوده على اجهزه الكمبيوتر والهواتف. فول 9 شركه بتحاول تكسب ثقه العالم من خلال فريق عمل ذكي هدفه التامين واعطاء الامان